الشوط الخامس عشر خاص بقعدان الثنائي الأصايل من مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط المركز الأول سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول متابعين الأعزاء. ومنذكر انطلاقة الفترة المسائية ستكون إن شاء الله الساعة 3:30 من بعد ظهر هذا اليوم. هذه الانطلاقات اللي أمامكم، ونرى أيضا مشاهدين الأعزاء مجموعة من قبل القعدان الثنائي الأصايل المشاركات في هذا السباق. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مشاهدينا على بركة الله وتوفيق انطلاقة الشوط، ونرى مباشرة مقدمة الشوط والمركز الأول سعادة مصبح بن راشد الفتان شاهين في المركز الأول يلي بالمركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا متابعين الأعزاء اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات، والغدوم من قبل الفائز اللي أخذ المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الأول عنيد لضاحي بنمعه العميمي هو اللي غير وانتزع المركز الأول. المركز الثاني شاهين لسعادة مصبح من راشد الفتان في المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث موادع لحمد للسيد حمد بن سهيل بن درويش اللي أخذ المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع، وهناك هايف لمحمد بن علي بن قريع المري أخذ المركز هذه اللحظات الرابع، بينما المركز الخامس وفي المركز الخامس سوغان لعبد الهادي بن خليل الشهواني في المركز الخامس في هذه اللحظات. 5 مراكز لأول ندلهن في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، ولكن هناك ربما في أسامي لم تدخل عالم الإذاعة ترغب المزيد والمزيد في هذا الشوط، وهذا الشوط المثير للغاية الذي يجمع من نقوة القعدان الأصيل في هذا الشوط أيضا، وشعارات زاهية. ولكن الصدارة كما تلاحظونها عند عنيد المعاند، عنيد معاند من البداية لضاحي بن يمعه العميمي في مقدمة هذا الشوط عنيد، ومعلن العناد من بداية هذا الشوط، والسيارة بانتظار، السيارة بانتظار. المركز الثاني شاهين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في المركز الثاني في هذه اللحظات اللي هو مشاهدين الأعزاء شاهين المركز الثالث. المركز الثالث أيضا والقدوم من قبل موادع لحمد بن سلطان بن درويش في المركز الثالث موادع، وفي المركز الرابع هايف لمحمد بن علي بن قريع المري في المركز الرابع في هذه اللحظات، وفي المركز الخامس. المركز الخامس والدخول من قبل اللي تدخل في المركز الخامس في هذه اللحظات متابعينا الاعزاء شاهين لنهيان بن عبد الله بن سالم بن ركاب العامري اخذ المركز في هذه اللحظات الخامس، ولكن الانفراد الثنائي من قبل عنيد وشاهين كما تلاحظون. عنيد وشاهين مشاهدي الاعزاء منطلقات بكل قوة، ولكن عنيد هو سيد الموقف، سيد الموقف عنيد، وعنيد اللي تعود ملكيته للسيد ضاحي بن يمعه العميمي في مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الأول. المركز الثاني اللي هو شاهين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في المركز الثاني في هذه اللحظات، وفي المركز الثالث. المركز الثالث، المركز الثالث ايضا هايف لمحمد بن علي بن قريع المري في المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع ايضا متابعينا ومستمعينا الاعزاء في المركز الرابع في هذه اللحظات موادع لحمد بن سلطان بن درويش في المركز الرابع، ولكن ينخطف من قبل شاهين لنهيان بن عبد الله بن ركاب العامري. هذا الاسم انتظروه شاهين ايضا في المركز الرابع، ولكن انتظروه عند الامتار الاخيره في المركز الرابع. المركز الخامس هناك ايضا هايف، وهايف تعود ملكيته لمحمد بن علي بن قريع المري في المركز الخامس. اذا متابعين الاعزاء ثالث ندى في هذا الانطلاق وهذا الشوط المليان بالحماس
مليا بالتنافس، ولكن عنيد وشاهين. شوف المعركة الثنائية، شوف المعركة الثنائية في هذه اللحظات من قبل عنيد. عنيد هو اللي معاند للسيد ضاحي بن يمعة العميمي، ضاحي بن يمعة العميمي مالك. ايضا مشاهدينا تابعين الاعزاء، شاهين عنيد اللي في مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتار. يا سلام، فاتن بالفعل شاهين في هذه اللحظات بجماله وبشعاره الزاهي اللي متقدم بالمركز الثاني في هذه اللحظات. المراكز اثنين الاوائل، ولكن المركز الثالث شاهين في المركز الثالث للسيد نهيان بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري في المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا وتابعين الاعزاء، المركز الرابع في هذه اللحظات اللي هو مودع للسيد حمد بن سلطان بن درويش. المركز الخامس صوغان لعبد الهادي بن خليل الشهواني في المركز الخامس في هذه اللحظات. يا سلام، خمسة مراكز، ولكن الانطلاقة الثنائية من قبل القعدان الأصايل والسلوب. شوف عنيد معاند يا جماعة من البداية، معلن العند يا جماعة، ومعاند للغاية في هذا الشوط، وصلف في هذا الشوط عنيد، صلف في هذا الشوط كما تلاحظونه ايضا مشاهدينا الاعزاء في مقدمة هذا الشوط السيد ضاحي بن يمعة العميمي. يا سلام يا العميمي، وعروض ايضا، عروض عنيد في مقدمة هذا الشوط. عنيد بالفعل ايضا اداه ممتاز للغاية. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في المركز الثاني في هذه اللحظات. ايضا مشاهدينا تابعين الاعزاء، المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الثالث الدرع لحمد بن جهويل المري في المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين للسيد حمد بن هيان، للسيد حمد بن عبد الله بن سالم الركاب العامري اللي اخذ المركز في هذه اللحظات الرابع، ولكن قدوم من قبل جبر للسيد عبيد بن محمد بن سالمين. اجباري ولا جبر يا بن سالمين؟ هذا هو اجباري منطلق ايضا في هذه اللحظات. والمركز الخامس ايضا هناك صغال لعبد الهادي بن خليل الشهواني. الله يا سلام على هذا الشوط. لا زال معاند ومسيطر، كل السيطرة كما تلاحظونه عبر شاشة التلفزيون، عبر الشاشة نشاهد عنيد ونتابع عنيد. ويلا يا ضاحي يا بن يمعة يا العميمي مالك عنيد اللي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أيضا شاهين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في المركز الثالث، وإجباري في المركز الثالث. إجباري أيضا مشاهدينا الأعزاء مملوك للسيد عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. الله يا بن سالمين في المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع أيضا متابع الأعزاء شاهين، وشاهين تعود ملكيته للسيد حمد بن عبد الله بن هيان العامري في المركز في هذه اللحظات. السيد حمد بن عبد الله بن ركاض العامري يا جماعه، بن هيان بن ركاض عيال عمه يا جماعه. ولكن المركز الخامس هناك رغدوم من قبل مشاهدي الاعزاء مبعد لحمد بن محمد المري هو اللي اخذ المركز الخامس. خمسه مراكز. الله يا هذا الشوط، يا سلام
يا سلام عنيد ويلا يا ضاحي يا ضاحي يا بني معي العميمي يا ضاحي يا بني معي العميمي يا راعي عنيد اللي منفرد يا جماعة أنا ما بشوفه على العين المجردة ولكنني أراه عبر شاشة التلفزيون أبو ظبي على الكادر العلوي هذا هو عنيد اللي معاند وماخذ الكادر على حسابه من البداية معاند عنيد وضاحي بني معه العميمي هو اللي مالكه في هذه اللحظات ومنطلق بكل قوة المركز الثاني شاهين لسعادة الفريق صبح بن راشد الفتان المركز الثالث اجباري لعبيد بن محمد بن سلمين المنصوري ايضا يبحث عن الناموس في هذه اللحظات في المركز الثالث وفي المركز الرابع ارى اسم جديد من قبل وحيشان سعيد بن محمد ايضا بن حمد المري اللي اخذ المركز الثالث في هذه اللحظات وفي المركز الرابع للسيد حمد بن عبد الله بن ركاب العامر شاهين الله يا شاهين اتحرى تحركات شاهين اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات الله يا هذا الشوط المركز الخامس وشعار الشهواني صغال لعبد الهادي بن خليل الشهواني الضيف من دولة قطر ولكن عنيد حد شاف عنيد يا جماعة عنيد لا زال معاند ولا زال راكب راسه العند حتى هذه اللحظات من البدايه وما تبقى الا مشاهدي الاعزاء تقريبا الكيلومتر الاخير فسبعة كيلو هو بالمركز الاول يتبقى كيلو ما باقي الا القليل عن السياره وعن الناموس يا مالك عنيد ضاحي بن يمعه العميمي يلا يا ضاحي يا بن يمعه يا العميمي روح الله وياك اشوف الجماعه قادمين اشوف اجباري اشوف ايضا مشاهدي الاعزاء هناك صغان وهناك سامي وهناك شاهين الله يا هذا الشوط استاد حماس استاد الصراح بدا الصراع وعنيد سيد الموقف روح يا ضاحي يا بني معي العميمي انا المركز الثاني قادم شاهين محمد بن راشد المنصوري الله ولكن هناك ايضا محمد بن راشد هذا الفائز لسعادة سلطان بن حسن بن ضابط الدوسري ايضا واصل في هذه اللحظات وهناك اجباري للسيد عبيد بن محمد بن سلمين وهناك شاهين لحمد بن عبد الله بن ركاض العامري الله 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 التسلل في هذه اللحظات من اجباري يبي ياخذ الفوز بالجباري يا سلام هذا هو اجباري ولكن هناك خطوره من قبل مشاهد الفائز لسعاده سلطان بن حسن بن ضابط الدوسري ولكن شاهين قادم شاهين حذرتكم شاهين من اول الانطلاق شاهين للسيد حمد بن عبد الله بن ركاض العامري الله الله صاحب العوايد ها هو شاهين صاحب السجلات وهذا هو شاهين والفائز المية متر الأخيرة ولكن شاهين هو الفائز بالفعل شاهين لتهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن سالم الركاب العامري على فوز شاهين المركز الثاني اللي هو الفائز لسعادة سلطان بن حسن بن ضابط الدوسري المركز الرابع إجباري الثالث إجباري العبيد بن سالمين المنصوري المركز الرابع اللي هو جميل للسيد جابر محمد بن مسعود وفي المركز الخامس ايضا وصل فيه صوغان لعبد الهادي بن خليل الشهواني اذا شاهين صمت بالفعل وانجز المركز الاول كالعادة وكعوايد شاهين مشاهدي العزاء لحمد بن عبد الله بن ركاض العامري وفاز بالسيارة هذا الشوط بالفعل شاهين صاحب عوايد صاحب سجلات هذا هو امامكم على الشاشة ونشوف الإعادة والتوقيت الزمني إلى شاهين وقيت الزمني 13 دقيقة أيضا و 43 و8 أجزاء من الثانية على فكرة شاهين أيضا حصل عليه أيضا مشاهدي الأعزاء تصادم أثناء الانطلاق ولكن أنجز المركز الأول بالفعل المركز الثاني كان من نصيب الفائز لسعادة سلطان بن حسن بن ضابط الدوسري 13 دقيقة و 44 5 أجزاء من الثانية المركز الثالث كان من نصيب اجباري للسيد عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري وتوقيته 13 دقيقة 45 و6 أجزاء من الثانية
تهانينا للفائزين، تهانينا لجميع من فاز في هذا الميدان العريق.